هاي الألقاب يلي من نادي المسؤولين اللبنانيين فيها مثل معالي، سعادة، فخامة ودولة هي متوارثة عن عهود سابقة مثل فترة الحكم العثماني أو الانتداب الفرنسي. القانون اللبناني ما بيضم أي مواد قانونية بتمنح الشخصيات الرسمية ألقاب مرتبطة بمركزهم، بس استعمالها لفترة طويلة من الزمن رسخها كعرف. أول قرار لإلغاء الألقاب صدر بال 1997 بعهد الرئيس الهراوي ونص على اعتماد كلمة السيد أو السيدة بالتخاطب مع الرسميين. وبعد انتهاء ولاية الهراوي عادت الحكومة لاعتماد الألقاب بتوجيه شفهي من مجلس الوزراء بوقتها. بال 2013 تقدم النائب محمد قباني باقتراح قانون إلغاء الألقاب بالخطبات والمحافل الرسمية، وبال 2019 قدمت النائب بولا يعقوبيان اقتراح مماثل أصدرت على ضوءه الأمين العام لمجلس الوزراء قرار إلغاء الألقاب بالمراسلات. مين قال لازم وسائل الإعلام توقف استعمال الألقاب لتعميم إلغاء هالعرف الطبقي؟ أنا قال بشوفكم بكره.